شو بدك يعني؟ قول مرحبا. كنت بدي اشوفك لانه وصلتني الاخبار وقلت يمكن بهمك تعرفها. شو هي؟ قدريت انه رح يصير تنظيف. وين؟ بالحبس اللي بهمك. مين رح ينظفه؟ مثل مين؟ مثل مين انت ادرى فيه. ابو لغسان اللي طلب التنظيف، وكرمال ايام زمان قلت بخبرك لاني بعرف انه بهمك. شكرا. بدي اقول لك شغله. قول. حياة احمد بخطر، خذوا حذركم. شو عرفك؟ مو وقت هالحكي. انت بدك تساعده، وكأنه حياة احمد بتهمك كثير. في قصة بتربطني فيه، بس المشكلة الأساسية لساتها بيناتنا، وحتى صرنا شهرين متفقين. ومن هون لحتى ينفض احمد ويصير برا، وقتها بنرجع مثل قبل. بس هلا مو وقت المشاكل. كيفك حسين؟ أنا منيح، أنت كيفك؟ مرحبا. أهلين عزيز. أهلين فيك. فينا نحكي شوي؟ إيه عود. شو في؟ وصلني خبر، حياة رفيقنا أحمد بخطر. لازم نهربه من الحبس وإلا رح يقتلوه هنيك.